مشاهدينا، يشعر الكثير منا بأن يمتلكون أو يمتلك جوانب في شخصياتهم أو حياتهم لا يستطيعون فهمها، ويصعب عليهم تفسير بعضا أيضا من سلوكياتهم تصرفاتهم، خصوصا تلك التي تقودهم إلى حصد نتائج سلبية. راح نتطرق اليوم أكيد لموضوع الوعي الذاتي وأهميته على مستوى الفرد والمجتمع، ولكن في فقرة مجلس الدار. نعم مشاهدينا، وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالأستاذة فاطمة محمد بن كلبان، وهي مدرب تنمية بشرية. أهلا وسهلا فيك أستاذة فاطمة. أهلا فيك أستاذ، شكرا على الاستضافة. العفو والله يسلمك، يا مرحبا بك. بداية حابين نتعرف على المفهوم المبسط للوعي الذاتي. طيب خلنا أول شيء نتكلم عن الوعي، بعدين نفهم الناس شو هي الذات. الوعي وعاء ما نملك. الفرد يمتلك ماذا؟ الفرد يمتلك أفكار، يمتلك مشاعر، ويمتلك تصرفات. وبمعنى آخر الوعي بمعنى أن نحن نكون منتبهين يقظين ومدركين لهذه الأشياء اللي نحن نمتلكها. الذات مش بس كلمة أنا، الذات مكونة من الروح، من العقل، من القلب، من الجسد. فإذا جينا نحن نقول مفهوم الوعي الذاتي، فلازم نكون على وعي وإدراك بالأفكار اللي تكون في عقولنا، بالمشاعر اللي تكون في قلوبنا، وأيضا التصرفات اللي نحن نتصرف فيها بأجسادنا، وأيضا بالروح اللي هي مركز الحياة. نعم. طيب إذا جينا نتطرق لأهمية الوعي الذاتي على مستوى حياة الفرد، شو بنقول سالفة فاطمة فيها؟ يعتمد على الوعي الذاتي نفسه. إذا كان الفرد يمتلك وعي ذاتي مرتفع، فراح يكون شخص واثق من نفسه، راح يكون شخص مقدر نفسه ومتقبل نفسه، يشعر بالرضا والسعادة بحياته، راح يكون شخص قيادي، راح يكون شخص مؤثر إلى تأثير على الغير. أما إذا كان الشخص وعيه الذاتي منخفض، فراح ما تكون عنده ثقة بالنفس ولا تقدير للذات، راح دائما يقارن نفسه بالآخرين وما عنده هدف ولا طموح بالحياة. طيب الوعي الذاتي أستاذة فاطمة أنواع، ممكن نتعرف على هذه الأنواع؟ الوعي الذاتي بالأساس يعتمد على نوعين. النوع الأول اللي هو الوعي الذاتي الداخلي الخاص بالفرد نفسه، أنه يكون واعي على أفكاره، هل هي أفكار صحيحة أو خاطئة، يكون مدرك لمشاعره، متى أنا أكون سعيد، متى أنا أكون حزين، شو الأشياء اللي تخليني متنرفز أو أني أمر بحالة من الغضب، ويكون أيضا مدرك لتصرفاته، هل هي تصرفاته صحيحة أو خاطئة. النوع الثاني اللي هو الوعي الذاتي الخارجي العام، أني أنا أدرك تصرفات الناس اللي حولي، أتفهم مشاعرهم، أتفهم طريقة أيضا تصرفاتهم. ومن هذه الناحية عندنا 6 أنواع أيضا أخرى من الوعي الذاتي. عندنا الوعي الذاتي الديني، الاجتماعي، التربوي، الفكري، الصحي، وأيضا النفسي. خلينا نتكلم عن الفكري، خلينا نوقف عند شوية الوعي الفكري ودوره أيضا في تشكيل شخصية الفرد نفسه. خلنا نوضح في البداية شو يعني الوعي الفكري. نعم. الوعي الفكري أنه يكون للشخص هوية فكرية خاصة فيه هو، ما يقلد الآخرين بأفكارهم، يكون فعلا فاهم طريقة تفكيره وقادر أنه يعبر عنها بكل بساطة. فهني راح تتولد عندنا شخصية مفكرة، مبدعة، مبتكرة، تظهر لنا بأفكار جديدة. أيضا الفرد راح يفهم أكثر دوره في المجتمع، راح تكون عنده علاقات اجتماعية أكثر، وأيضا راح يتعاطف مع الآخرين، وأيضا راح يتوسع عنده الإدراك في الثقافات الأخرى. طيب أستاذة فاطمة، كيف بإمكاننا نحن أن نعزز الوعي الذاتي لأنفسنا في المجتمع؟ هذا سؤال جدا مهم. كل فرد في المجتمع مسؤول أنه يعزز الوعي الذاتي في البيئة اللي محيطة فيه. نحن سواء كنا والدين، سواء كنا معلمين، أو سواء كنا مدربين. مثلا أنا كمدربة أقدر أني أنا أعزز مفهوم الوعي الذاتي، أني أنا أقدم ورش وأقدم دورات تدريبية، أطلع أتكلم في وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا المعلمين، يعني أنا أتمنى فعلا أن هذه المفاهيم المهمة تدرج عندنا في المناهج الدراسية. الطلاب بحاجة فعلا أنهم يكون عندهم وعي ذاتي عالي،
يكون عندهم وعي بأفكارهم بمشاعرهم من ناحية الضغوطات النفسية اللي يمرون فيها في مراحل الدراسة أو تعرضهم لحالات من التنمر أو أيضا من خلال علاقاتهم مع الأصدقاء. ونحن أيضا كوالدين لنا دور جدا كبير في أن نحن نغرس الوعي الذاتي في نفوس أبنائنا، لكن بشرط أن نحن نتقبل في البداية تصرفاتهم، نتقبل أفكارهم، أخطائهم حتى نتقبل أخطائهم ونتقبل أيضا مشاعرهم. ليش؟ لأن أصلا ما عندهم وعي، ما عندهم وعي ذاتي، ما عندهم هاك الوعي بمفهوم الوعي الذاتي. فكيف نحن نقدر أن نحن نغرس الوعي الذاتي فيهم؟ أولا نحن نصغيلهم، نحن نستمع لهم، نستمع لكلامهم، لمشاكلهم، وأيضا عن طريق الحوار. الحوار راح يخلي فعلا أنهم يفرغون الأفكار اللي في عقولهم ويتكلمون عن مشاعرهم. نعم، السعادة أستاذة فاطمة واللي الكل حقيقة يبحث عنها، ما في فرد ما يتمنى أن يكون صحيح. سعيد دور صحيح. الوعي الذاتي في رفع معدلات أو معدل السعادة لدى الفرد. الوعي الذاتي، الشخص أصلا اللي عنده وعي ذاتي يفهم مشاعره، يفهم شو الأشياء اللي تخليه سعيد، شو الأشياء اللي تخليه مستانس بحياته، فبشكل تلقائي راح يبتعد عن الأشياء اللي ممكن أن تخليه يمر في حالة من الضيق أو الحزن، وراح يتقرب من مصادر السعادة. وأيضا أصلا الشخص الوعي اللي عنده وعي ذاتي يعرف كيف يحتوي هذه المشاعر السلبية أو كيف يتخلص منها بسهولة. صحيح. أيضا الإنسان المدرك يدرك أن السعادة مش أن نحن نربطها في شيء معين. أغلب الناس يقولك أنا ما بكون سعيد إلا إذا توظفت، أنا ما بكون سعيد إلا إذا تزوجت، أنا ما بكون سعيد إلا إذا حصلت على كذا وكذا وكذا. يعني رابط مفهوم السعادة في حصول على شيء معين. الشخص اللي عنده وعي ذاتي يعرف أن السعادة في أبسط الأشياء اللي تكون في حوله، وحتى هو بنفسه يقدر أنه يصنع السعادة. وأيضا الشخص الواعي عنده أهداف في حياته، عنده طموحات يبغى يحققها وينجزها، فبعد ما يحقق كل هدف وبعد ما ينجز أي طموح يشعر بالسعادة أكيد، وهذا تعتبر بحد ذاته وصوله لهذا الهدف سعادة. نعم سعادته، وهذا هو. وطيب حتى بس ولكن خلينا شوي ندقق في هذه الكلمة ونوقف عندها، أن مثلا أنا راسم لي هدف معين بأني أنا أشتري سيارة معينة مثلا، هذا هدف أنا حط تارجت وأبغي أوصل له، متى ما وصلت له أنا أصبحت سعيد. هو مادة ولكن هو هدف صحيح. أصبحت من خلاله سعيد بوصولي له. الزواج، عندي هدف أني أتزوج، تزوج أصبحت سعيد. فأنا أتوقع السعادة مش بس أنك أنت تحصل على حاجة أو وبأبسط الأشياء اللي تحصل عليها لازم تكون سعيد، لا، السعادة متى ما حسيت أنك أنت شخص محتاج لهذا الشيء، محتاج لهالقعدة، محتاج أنك تروح تقعد في هالمكان صحيح. محتاج تروح تسلم على شخص معين، بحد ذاته سعادة لك. صحيح، لكن كونك تربطها في شيء مؤقت هني معنى السعادة ما راح يدوم. يعني كونك أنت تربط مثلا السعادة إذا اشتريت هذه السيارة راح أكون سعيد، أوكي راح تشتري هذه السيارة راح تشعر بالسعادة، لكن السعادة مؤقتة راح تزول لأنها كمادة، لكن كإحساس. والزواج بعد مؤقت السعادة. لا الزواج مش مؤقت، لكن أوكي هو هدف، هو يعني يكون متجه نحو السعادة، لكن نحن نتكلم أن السعادة تكون في أبسط الأشياء، حتى ممكن نلاقيها في كوب قهوة مثلا، تكون السعادة في أبسط الأشياء. والله أحيانا فعلا الكلام الصح. صحيح. يعطيك العافية. طيب أستاذة فاطمة ممكن تخبرينا عن تجربة عملية حقيقة توضح الدور أو توضح دور الوعي الذاتي في التحسين من الفرد نفسه والمجتمع اللي حواليه؟ ما راح أقول لك قصة. أوه هني أنا أستمتع بهذه القصص حقيقة. في شخص حاول أنه يغير العالم، ظل 10 سنين يحاول أنه يغير هذا العالم، ما قدر أنه يغيره. قال طيب أنا بغير المدينة اللي أنا فيها. حاول أيضا يظل 10 سنين وما قدر يغير هذه المدينة. قال خلاص بغير على الأقل الحي الفريج اللي أنا قاعد فيه. صح. وبعد حاول لمدة 10 سنين وما قدر أنه هو فعلا يغير من هذه المدينة. قال طيب بشتغل على أهل بيتي بغير فلان وعلان، وما قدر أيضا. على اللحظات الأخيرة وهو يلفظ أنفاس الأخيرة أدرك أن المفروض كان يبتدي من وين، كان مفروض أنه يبتدي من ذاته،
من نفسه. الشخص اللي قادر أنه يغير من نفسه راح يكون له القدرة أنه يغير من الآخرين ويأثر عليهم. سبحان الله. بس عاد هذا ما استنتج هالشيء إلا خلاص وقت، شو الفائدة عاد؟ هذه شو الفائدة فعلا. نعم. ضيع سنين من حياته وهو يحاول أنه يغير اللي حوالينه وناسي نفسه. فعشان تي نقول بينما هو المفروض كان يغير في نفسه، هو ما صحيح. يغير المكان ولا يغير اللي حواليه ولا صحيح، يبتدي من نفسه. أو عشان كذي هذه أنا أعتبر الجملة اللي قلتيها أنت أو القصة اللي قلتيها هي رسالة حقيقة، بأن قبل تغير، قبل تفكر أنك أنت تغير مجتمعك اللي حواليك، المكان اللي أنت فيه، حاجة معينة، غير نفسك. صحيح. وراح تلقى أن كل شيء تغير حواليك. صحيح. البداية تكون البداية منك أنت. صح. صحيح. طيب أهمية أيضا أستاذة فاطمة غرس مفهوم الوعي الذاتي للأبناء في سن مبكر، مثل ما تفضلتي أنت قبل شوي أن المفروض يكون هذا الموضوع مدرج في المناهج الدراسية، خلينا نقول. صحيح، كما أتمنى أنا هذا الشيء فعلا. يعني الوعي الذاتي يكون الشخصية، يكون الكيان، فما بالك إذا هذا الشيء بدأ في سن مبكر. هذا الشيء راح ينشأ عندنا جيل واعي، جيل مثقف، جيل مسؤول عن نفسه، جيل قادر أنه ياخذ قراراته، جيل عارف شو هي أهدافه، شو هي إمكانياته، شو هي قدراته أيضا. فهذا شيء جدا مهم يعني، وأتمنى فعلا أن هذه المفاهيم تندرج عندنا في المناهج الدراسية. يعني انضم صوتنا صوته تأكيد، فإن شاء الله أنها تندرج. وأنا سعيد جدا بتواجدك على هالحوار الشيق، الكلام حقيقة المفيد ولي له أكيد إن شاء الله تأثير إيجابي كبير على مستوى الفرد والمجتمع. أكيد الأستاذة فاطمة محمد بن كلبان مدربة تنمية بشرية، شكرا جزيلا لك سيدتي الفاضلة على تواجدك معي. شكرا لك. شكرا لك أستاذ علي، أتمنى لكم الاستفادة إن شاء الله.